المسؤولية. بينما علي بن أبي طالب يقول والله ها هذا اللي يحب أن يكون شراك نعلة أفضل، يتعالى بشراك نعلة على أخيه يدخل تحتها. زين، هاي قضية مولانا حب الرئاسة داء يفتك. تدري شو يقول عن الإمام؟ الإمام الصادق يقول ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها، هذا في أولها وهذا في آخرها، بأضر من دين المسلم من حب الرئاسة. ها؟ عجيب يا أخي. أنتم تدرون ليش التمثيل؟ ترى هذا التمثيل دقيق. الأسد وبعض الضواري لما يجي للقطيع ياخذ منه واحدة ويروح، بخلاف الذئب. الذئب بخبث يعقر كل الموجود، إذا ما لقى راعي شو يسوي؟ يعقر كل اللي موجود قدامه، كله يقتله. هل الإمام يقول ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها، ما بها راعي، شيء يعني يبقى منها شيء؟ قتلونها يعني. ذئب ضاري بالأول، واحد بالأول وعلى التالي قتلونه، خلص. إذا ايش قد القضية؟ لكن مو معنى هذا أنه الإنسان ما يحب ذاته. لاحظ ترى دقة بها المسألة، ما يحب ذاته أن الشخصية المهمة اللي ممكن أنه تفيدنا نقدمها، نقدرها، نحترمها. ها الشخصية القيادية إحنا نقول يا أبا الله يجزك بالخير أنت نام، لكن هو ما يكون حريص على هذا الأمر، بشرط ما يكون حريص على هذا الأمر، ما يوظف هذا الأمر المصالح الخاصة. واحد من أصحاب الإمام اسمه خالد بن سفيان يقول له الإمام سلام الله عليه، يروي عن الإمام الصادق، يقول الإمام الصادق يقول من أحب الرئاسة هلك. يقول قال ابن رسول الله إذن هلكنا، والله ما منا إلا ويحب أن يقصد ويؤخذ عنه ويروى عنه ويتعلم منه. قال ليس حيث تذهب. هو صور أنه إلى واحد كل واحد منا يحب ذاته، يريد وجوده، وبالأمر الطبيعي أكيد ماكو أي مشكلة بالحدود الطبيعية. وقلت لك القيادات، القيادة عبارة عن مسألة شنو؟ موهبة. ساحد أساتذتنا ذكر أول ما حضرنا يمة بالثمانينات، ها يوم الأيام قال قصة لطيفة، قال شوفون الأولاد اللي يلعبون برا، يلعبون طوبة، يقول واحد منهم يقول ياهو اللي وياي، واحد منهم يقول أنا ويا من، ها هذا اللي يقول ياهم ربعي، من معي، هذا عنده حس قيادي، عنده حس قيادي، يعني هذا عنده موهبة قيادة. ولهذا الشركات الضخمة الآن ما يقدمون، ما يخلون المدير العام اللي مالتها أي واحد إلا شخصية، ها شخصية قيادية إدارية ممتازة. إذا هاي القضايا الحقيقة بحدودها ماكو أي مشكلة بها. فيقول للإمام ليس حيث تذهب، شلون؟ قال أن تنصب رجلا دون الحجة فتسمع ما يقول وتطيع ما يقول فتدعو إلى قوله. ها هاي هنا المشكلة، وبالتالي انت هم تصير رئيس بشدة، يعني هذا اللي يدعو الرئاسة لنفسه ويدعو دون الحجة، انت تدعو، ها اي مشكلة الحقيقة. ولهذا ائمة اهل البيت ينون منها هذه المشكلة، مو بس اليوم وبالامس، لا الامام الصادق، خلني اروي لك هالرواية هاي. الامام الصادق سلام الله عليه يقول لقد أولع الناس بالكذب علينا، وأي كذب ذهل الجماعة كل واحد، لقد أولع الناس بالكذب علينا فما أحدث أحدهم بحديث إلا ويتأوله على غير وجهه، يقبل الحديث
وذلك لأنهم لا يطلبون بما يأخذون من عندنا وجه الله، بل يطلبون الدنيا، وكل منهم يريد أن يكون رأسا. التفت؟ كل واحد يريد يصير هو آنل. أكو جماعة هيجي الآن، أكو أنا الموالي غيري كلهم ذولا شيعة مو شلون يعني؟ أكو نزعة خبيثة. أنا اللي أفهم الدين، هذول العلماء عبر التاريخ ما يعرفون عن الدين شيء. أنا أنت زين؟ هاي الذات إذا تضخم تدمر. يعني هذا اللي يدعي أن إمامي وابن إمام ذاته عده التضخم في ذاته بحيث يريد يوصل إلى مرحلة يدعي فيها الإمامة. شقد دعوة هاي خطيرة. ليش؟ لأن يحب الرئاسة، يريد يصير رئيس. أكو روايات تقول إنما أهلك الناس خفق النعال خلفهم. هذا اللي يحب أن تخفق تعرفون خفق النعال يعني تمشي الوادي كلها ورا زين. إذن هذه القضية بحد ذاتها أيها الأعزة هذا مرض مستشري. إحنا اليوم الآن في الغربة عندنا إخوة جاليتنا، أكو واحد مشغول بشغله، أكو واحد عندنا شخصيات جيدة، عندنا أناس ممكن يطلعون بعمل للجالية، مو كل الجالية فاضية تروح الداعي بأمرها، وعندنا أناس طاقات لغتهم الإنجليزية، إمكانياتهم القيادية، لا بس تصير عندنا انتخابات الجمعية وتعاركنا ياهو اللي يصير ياهو المسؤول وياهو الرئيس وخربت وعلى حساب أولادي وأولادك وأحفادي وأحفادك، واللي يدفع الثمن منه أولادنا يا أخي. والله ليش؟ والله فلان خربها حتى لأنه ما أعطوا مجال، ما صار هو مسؤول. مو هاي، خلني أكون صريح وواضح. الدين لي الصراحة ووضوح. وضوح علي بن أبي طالب إمامنا نعتز به. خل نسمي الأمور بمسمياتها، لأن وارب المواربات لا تنفع. هذا اللي صاير. وإلا القضية مو قضية، لا قضية دين ولا نعرف ذول الجماعات قياء وأخلاقهم طيبة. لا نفسي ما توديني أروح للمكان لأن أسس فلان. ليش أنا ما أصير رئيس؟ يا أخي مو رئاسة هي والله. خل نتنازل عن دواتنا شوية. شنو قيمتها القصة؟ جاي يخدمون يعني هنا سواء في هذا المكان المبارك أو في مركز أهل البيت أو في مجمع الإمام، كلهم الإخوة خدم والله، الله يجزيهم بالخير. خلي الناس تخدم. فلان انت لا يا أخي مو هيجي الأمور، ما تدار بهذه الطريقة. لأنه أنا وياك أمام بحر تيار جارف، لازم أنه أقل تقاديرك وعندنا مراكز نعلم أولادنا بها القرآن، نعلمهم عربية، نحافظ على شيء بسيط. لهذا أيها الأعزة هاي الآية، شوف علي بن أبي طالب يستشهد بها ضد دول الجماعة. رسول الله إلى جانبهم بالأمس وإذا بهم مولانا كل الوصايا، ثم رادوا يقتالون بحياة بعدية. ما تريد اطلاعه؟ أرادوا غيلة، أرادوا أن اغتياله، أرادوا أن يقتلوه غيلة. ما صح بيدهم قريش تعتبر القضية ملك ولازم هذا الملك يبقى عندها. هاي قصة قريش، ملك إلنا هذا، ما نطيل الأنصار، ما نطيل، لا ملك لنا، كافي أنتم عندكم نبي واحد كافي، إحنا إلنا الملك. هذا كلام. وهي القصة ترى مش قد ظل هو الأول غير فت سنتين يعني، والثانية هي تسوى معاوية ابن أكلة الأكباد، مش قد ظل بالحكم 20 سنة غير تبا له البعيد وال20 سنة. آخر وقت يقول لما حان هلا وقت هلاكه واضمحلت قواه جابوا له مرآة يشوف بها روحه، مرآة شاف روحه، قال فيا ليتني لم أعن بالملك ساعة
ولم أك في اللذات أعشى النواظر وكنت كريق امرين عاش ببلغة من الدهر حتى زار أهل المقابر. وبعد إيش؟ بعد ما قتل أصحاب أمير المؤمنين حجر أصحاب، بعد ما قتل الأولياء عمرو بن الحمق وعبد الرحمن بن حسان العنزي وهل عقب إيش؟ على كل حال ما أطيل على مسألة، ولهذا مولانا الكريم أهل البيت الحسين يقول لهم أنا أهلي مع أهلكم. قصة ما أريد رئاسة، مو قصة رئاسة، وهو أهل لها الإمام الشرعي، لكن يقول أنا أهلي مع أهلكم، عيالي مع عيالكم، أنا أريد مصلحتكم، أنا أريد أرفع عنكم الظلم، أنا أريد أن أجري العدالة فيكم. ولكن هاي قصة مسلم بن عقيل يجي للكوفة ويكتب للإمام الحسين بعد أن اجتمع عليه الناس 18,000، ألا وإنه قد بايعني من أهل الكوفة 18,000، فإذا جاءك كتابي فعجل بالقدوم، إن الرائد لا يكذب أهله. فعلا بايعوه، لكن الدنيا وهي النفوس المضطربة، النفوس غير المبدئية. شوف، وإلا الوقفة وقفة رجل واحد أمام عبيد الله ابن زياد الدعي ابن الدعي وأمثاله، يطون مجال يعني؟ شنو قيمته؟ ترى التاريخ يعيد نفسه يعني. إحنا اليوم بالأمس القريب لو ما أبنائنا وقفوا وقفة رجل واحد، وإلا وحياتك لكان الدواعش وصلوا إلى إلى الأماكن المقدسة، ولا دمروا التشيع كلك، كل ما أثر التشيع. لكن لما عدنا هؤلاء الذين نفخر بهم، اللي راح منهم، اللي استشهد منهم، واللي لا زال يجاهد، وإلا هذول العظماء مولانا. هذا اللي يخلي أبناء ستة ساكن له بصريفة، مخلي أبناء وزوجته يروح، هذا عظيم، عظيم عند الله. ومفروض الناس عائلته، مفروض الإمام علي اللي استشهدوا معه في صفين وفي الجمل وغيره، خلى عوائلهم. لهذا مولانا الكريم التاريخ يعيد نفسه. وإذا مسلم، هسه قصة مسلم يعني التاريخ أغفل كثير من فصولها، من يعرف بالدقة، لكن بالنهاية مسلم وصل إلى طريق مسدود. لهذا تقول الرواية جاء يمشي وحيدا، هسه كان يريد يطلع يطلعه خارج الكوفة، ما عرف وين الطريق، ما أدري. على كل حال فالرواية كما تروي زين. يقول وصل إلى دور بني كندة ولقى هالمرأة هاي الطيبة اللي ضيفته تلك الليلة، قل راها واقفة على باب دارها، فقال يا أمة الله اسقيني ماء. استسقى الماء، جاءت إليه بإناء فيه ماء، شرب. لما شرب أدخلت الإناء رأته واقفا على باب دارها، قالت يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ إني لا أحل لك الجلوس على باب داري. قال أمة الله إني غريب، ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشير، أهل لك أن تضيفيني هذه الليلة؟ كان محاصر مسلم، أعداء كثر. لهذا مولانا الكريم هذه المرأة الطيبة ضيفته، يقللها بلسان الحال، هو عين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، غريب غريب وعمامي بغير ديرة، أنا مسلم الفايق نصيرة، ومثيل
بحيرتي ما جرايات حيرة وايلي لما شافته وعاينة حالة تلوح عليها آثار الجلال ظنيت قالت هذا يظهر من كماله لأنها عايشين وبيه الدهر مايال ألا ويا مرحبا بجيتك يا برغام لك روحي في دور يا نسلي الأكرام عنك وياين راحت ذيك الأبطال بقي عندها أيها المؤمن المسلم تلك الليلة بقي راكعا ساجدا ما خلص تلك الليلة هومت عينا رأى عمه أمير المؤمنين وهو يقول عجل قدومك علينا فإننا إليك مشتاقون عند الصباح بعد أن أعلم ابنها أعلم القوم بمكاني مسلم يقول سمعوا وقع حوافر الخيل خارج دارها جاءت هذه المرأة بعد أن صلى صلاة الفجر مسلم قالت له يا مسلم إن القوم عذرا إليك وشكرها هذا الرجل ها وشكرها تلك المرأة مسلم سلام الله عليه قال لقد أديت ما عليك من واجب القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أخذ سيفا وخرج خارج الدار وهو يرتجز ويقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا رد شعاع الشمس فاستقر ويخلط البارد سخنا مرا أخاف أن أخدع أو غر قاتل قتال الأبطال كان من قوته يأخذ الرجل من تلابيبه يرمي به أعلى الجدار إلى أن استنجد قائد الجيش استنجد بعث برسول إلى الدعي بن الدعي عبيد الله بن زياد يطلب النجدة بعث إليه قال إنني بعثتك إلى رجل واحد فكيف إذا بعثتك إلى من هو أشد منه بأسا بعث له قال إنك لم تبعثني إلى بقال من بقالي الكوفة وجرمقانية من جرامقتها وإنما بعثتني إلى سيف من أسياف رسول الله موالون أخذوا يرمونه بأطناب القصائد يشعلون فيها النيران وبالسهام إلى أن أخذته الجراح استند إلى جدار وهو يقول ما لكم ترمونني كما ترمى الكفار ألست من أهل بيت رسول الله الأطهار ألا ترعون رسول الله في حرمتي على شتلة فزعت كل الكوفة وهم فرايد وحيد وما إله عوايان ومن كثرة جروحة وقف حيران الف يا حايف بيحوطت كل هوى ناس بالرماح وناس بالزان وسام وحجار غير يرموا بني رايان يقول الراوي إلى أن احتوشوه من كل جانب ومكان البعض يقول أسروه والبعض يقول إنما صنعوا له حفيرة ما استأسر قائد الجيش يقول له يا مسلم ها يقول يطلب منه أن يستأسر يطلب منه أن يسلمنا قال والله لا أسر وبي طاقة أبدا وأخذ يقاتلهم البعض يقول صنعوا له حفيرة ووقع فيها يقول الراوي لما احتوشوه
وانتزعوا سيفه، يقول أوثقوه كتافا فدمعت عيناه. هنا قائد الجيش قال له: يا مسلم، إن الذي يطلب مثل ما تطلب إن نزل به ما نزل بك لا يبكي. قال: والله ما على نفسي أبكي ولا ألا من الموت يرفي، وإن كنت لا أحب لها طرفة عين تلف، ولا أكن أبكي لأهلي القادمين علي، أبكي للحسين وآل الحسين، وأينه وين اللي بيوصل بهالحين لضيل مدينة ويخبر حسين. يقول له مسلم وحيد وما لهم عين، هاي ودارت عليه القايا يا مصاب، وين ويلك شدفه وظل يدير بن عين، من دارت بمسلم الكوفة واجف بقى وروحه مخطوفة، ويلي يبكي بقى وروحه مخطوفة، مو على نفسه ما هو على نفسه كان خوف على حسين من يوصل الكوفة. جاءوا به إلى دار الإمام المشؤوم. يقول الراوي: لما أدخلوا مسلم وكانت به جراحة استسقى ماء، جاء له عمرو بن حريث بقلة وعليها منديل، صب له بالإناء، كلما أراد يشرب يمتلئ الإناء دم. المرة الثالثة سقطت ثنيته في الإناء، فقال: والله لو كان لي من الرزق المقسوم لشربته، فامتنع. قال لي هذاك الأديب يقول: هكأنما نفسك اختارت لها عطشا لما رأت أن سيقضي السبط ضمانا. يقول لما أدخلوه على الدعي بن الدعي لم يسلم عليه، واحد من الحرس قال: لما لم تسلم علي على الأمير؟ قال: ويحك اسكت، ما هو لي بأمير. قال: لا يا مسلم، سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول. قال: اصنع ما شئت، فلقد قتل من هو شر منك، من هو خير مني؟ قال: والله لا أقتلنك قتلا لم يقتلها أحد في الإسلام. قال: والله أنت أحق أن يحدث في الإسلام ما ليس فيه، وأنت أولى بشر القتلة وقبح المذلة. ها؟ ثم موالون: عظم الله أجوركم. بينما الناس خارج القاص، البعض يقول إن مسلم يؤسر، والبعض الآخر يقول يبعث به إلى الشام، والبعض يقول إنه يقتل. وإذا بجسد مسلم والون عظم الله أجوركم يرمى من أعلى القاص. أيوة سيدا يا ومسلما يا هوى مظلوما، ويلي المقدر جاء وشاع تخبر، رمى يوه القوم من قصر الإمارة، وهاني من كتل عقبة وبقدارة، مظلمة ولا بعد واحد يصلها، وين مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال، ومن قبل المشيبة يا شفيت ميت يجرون بالأحبال، يا صاحب لا تظن صارت مثله. بعد الصورة الأخيرة أنقلها إليك وأختم وأسألكم الدعاء جميعا.
يقول الراوي كان الإمام الحسين في زرود في طريقه إلى الكوفة بينما هو كذلك وإذا براكب جاء من ناحية الكوفة. يقول سأله الإمام الحسين فأخبره قال والله ما جئت إلا ورجلا إلا ومسلم وهاني يسحبان في أسواق الكوفة. فاسترجع الحسين كثيرا ثم جاء إلى الدار وكانت بنية لمسلم حميدة بنت مسلم. يقول جاء أجلسها إلى جانب وأخذ يمسح على رأسها فأحست طفلة مسلم بما جرى على أبيها. تقول له بلسان الحال تقول له يا أبويا يا عمي ابن أبوي إيش عندك علوم غايب وطاصرت غيب غيب تدوم الفايس لعرضك اليوم أنا من شفت لسر ويحت تحوم يا خاف وين لفاك بخبرني شو هاي قلها ودمع العايا غدريت يا عمي بعودك القوم صاحت ودمع العين مسجوم ولا يا ابوي الروح مظلوم هاي هوا لا يا ابوي الرايا هاي احمد مسح الحسين هين برأسها فاستشعرت باليتم وهي على متون تكفيها لم يبكيها عدم الوثوق بعمها كلا ولا الوجد المبرح فيها كنما تبكي مخافة أنها تمسي يتيمة عمها وأبيها. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب خلقك إليك محمد وآله الطاهرين فرج عنا فرجا عاجلا قريبا يا الله. اللهم بحرمة مسلم بن عقيل انصر دينك، انصر إخواننا المجاهدين على أعدائهم، سدد رميتهم، أهلك أعداءهم. اللهم من أراد هذا الدين بسوء فارد، ومن كاده فكده. اللهم تقبل أعمالنا بأحسن قبولك، لا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اقض حوائجنا، اشف مرضانا، فك أسرانا، ارحم موتانا. الإخوة والأخوات جميعا الحضور اللهم احفظهم ومن يلوذ بهم من كان فيهم طالب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ارحم أمواتهم ولأمواتهم وأمواتكم وأمواتنا ولمن مات على الإيمان. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.